بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن أو نناقش التمرين رقم 12 من الصفحة 53 من الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، في وحدة التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية مع سلسلة أوظف معارفي. إذن فلدينا التمرين هذا، نصه تمرين 12 يقول على ماذا تدل الألوان المختلفة للهب. يستعمل الكيميائيون طريقة لون اللهب للكشف عن الشوارد المعدنية في المحاليل المتواجدة بها، بحيث تحليل لون اللهب يعطي طيفا لونيا خاصا بكل شاردة معدنية. إليك صورة لبعض ألوان اللهب، يعني ها هي مجموعة من الألوان للهب. يقول ابحث في الانترنت عن أولا كيفية استعمال هذه الطريقة تجريبيا للكشف عن الشوارد المعدنية. إذن فالطريقة تتمثل في الآتي: يتم الكشف عن الشوارد، سنصحح هذا الخطأ، يتم الكشف عن الشوارد المعدنية بلون اللهب الناتج، حيث يتم كالآتي: إحضار قضيب معدني يكون إما من النحاس أو من البلاتين، ثم يبلل هذا القضيب النحاسي أو البلاتيني، يبلل بالمحلول الذي يحتوي على الشوارد المعدنية ويعرض للهب. يعني نأخذ القضيب النحاسي أو قضيب البلاتين، نبلله بالمحلول المدروس، ثم نعرض الجزء المبلل من القضيب إلى لهب أزرق لشعلة زرقاء، فنلاحظ أن لون اللهب يتغير، وذلك حسب نوع الشاردة المعدنية الموجودة في المحلول. إذن يقول في السؤال الثاني: الشوارد المعدنية الموافقة لكل لون من الصور المقدمة، يعني نتعرف على هذه الشوارد انطلاقا من ألوانها. هنا هذا تصوير للتجربة، لاحظ هنا، ها هو لون اللهب أزرق، أخذنا قضيب بللناه في محلول وعرضنا، لاحظ كيف يتلون اللون باللون الأحمر القرمزي. إذن اللون الأحمر القرمزي هذا يدل على وجود شوارد الليثيوم في المحلول، أي أن المحلول هذا يحتوي على شوارد الليثيوم. سنأخذ عينة أخرى، يعني محلول آخر، ونجرب، يبلل القضيب ثم يلاحظ يعطينا لون اللهب يتحول إلى اللون الأصفر. اللون الأصفر يدل على أن المحلول يحتوي على شوارد الصوديوم الآن آ، شوارد الليثيوم ال اي، شوارد الصوديوم ان آ. ثم بعد ذلك نستعمل العينة الثالثة فيعطي لنا لون أصفر برتقالي، لون أصفر برتقالي. اللون أصفر برتقالي يدل على شوارد، وجود شوارد البوتاسيوم. هذا الذي معنا أزرق بنفسجي، أزرق بنفسجي أو بنفسجي مائل إلى البياض، فهذا يدل على وجود شوارد الكالسيوم، شوارد الكالسيوم. ثم نأخذ العينة الرابعة، نحن نشرح الآن الألوان الموجودة في هذه البطاقة. لاحظ هذا بالنسبة للذي كنا معه هو الكالسيوم. نعم، الآن هنا عندما بللنا المحلول وعرضناه للساق المبلل إلى اللهب الأزرق، تلاحظ لون أخضر، اللون الأخضر يدل على وجود شوارد النحاس الثنائية. إذن فهذه العينات التي أمامنا قد تعرفنا عليها وكيف يتم الكشف عنها. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل هذا التمرين. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.